ومعايا النهارده من عدسه جورنال مصر نبيل مكاوي مخرج الفيديو كليب. برحب بيك في البدايه وبقول لك النهارده انت متواجد في افتتاح اذاعه نغم اف ام شعبي الجديده. ايه رايك في الاغنيه الشعبيه؟ والله الاغنيه الشعبيه في اغاني بتبقى هادفه، الاغاني دي طبعا محترم ويعني ليها تقدير طبعا كامل، لكن بالنسبه للمهرجانات والحاجات اللي طالعه اليومين دول يعني يا ريت كلنا ما نشجعهاش. بس ليه؟ ليه؟ لان غلط على ودننا وغلط على الاطفال اللي طالعه جديد، وغلط بالنسبه ان احنا بنقدم فن واحنا مصر في تراث، فغلط ان احنا بعد كل التراث اللي احنا عاملينه ده ان احنا نقدم حاجه بالشكل ده فيها اوتو تيون وما فيهاش اي حاجه من انواع الفن. تمام. طب بما انك مخرج فيديو كليب، انت عملت كليبات قبل كده شعبي؟ لا ما اشتغلتش، اشتغلت مع شخصيه اسمها من عطيه، دي فنانه هي عامله نص الالبوم شعبي ونص الالبوم التاني ستايل، عملنا شكل كده اغنيه شعبي هي عاملاها بس طلعتها من الحته دي، حطينا يعني الصوره مختلفه عن الاولى شويه. طب انت اخر كليباتك ايه؟ انا اخر كليباتي كريم محسن ومن عطيه، وان شاء الله العيد باذن الله مصطفى حجاج. مصطفى حجاج كليب ايه بتاع مصطفى حجاج؟ اغنيه نعناع. نعناع.